ضيف الحلقة. ضيفنا دكتور محمد أحسن الأخصائي في التغذية. صباح الخير دكتور. صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ كل شيء مزيان؟ صحة لاباس؟ اللهم لك الحمد. أصبغنا شعرنا؟ مرة عطيتينا الماغون شوكولا. دا بغينا نبدلو، بغينا صباغات اخرين، بغينا انواع اخرى والوان اخرى من الصباغه، وكذلك بغينا اليوم تكون حلقه فيها بعض الوصفات العنايه بالشعر. بغينا يكون رطب، بغينا يكون قوي، بغينا يكون لامع، يعني بحال هكذا. كاين وصفات يعني طبيعيه بحال هكذا؟ ان شاء الله ان شاء الله. على بركه الله. اهلا وسهلا. نبداو بعدا نذكروا بجوج الوصفات اللي عطينا ديك المره. وقبل ما نذكروا الوصفات، كاين واحد المجموعه ديال الامور اللي غتخلي الوصفات يشدوا. اما الا كنا غنديروا الوصفات في واحد الظروف اللي هي غير ملائمه، ممكن ان هذاك كما كيقولوا الوصفه الطبيعيه لا تسمن ولا تغني. عرفتي اكثر حاجه كتعكزنا في هذه القضيه هو كيقول لك الا بغيتي شعر زوين وكلي مزيان وتبعي واحد النظام غير صعيبه. لا هذه خصها تكون، عطيني شي منتوج صافي. وهذه خصها تكون، لان ولكن الامور غتكون بسيطه والامور غتكون عندنا في المتناول ديالنا، فغير حنا الطريقه ديال العمل ديال التعامل ديالنا مع الماكله هي اللي كتخلي انه مثلا الشعر يقدر يطيح. احنا غادي نتكلموا عليه ان شاء الله باذن الله، ونقدموا للاخوه والاخوات المستمعات مجموعه ديال النصائح اللي ممكن تكون مفيده جدا للحياه اليوميه ديالهم، وخاصه ان النساء الهم والشغل الشاغل ديالهم هو الوجه والشعر. وهذو هما ان شاء الله اللي غادي نخدموا عليهم في المستقبل. هذاك هو الطابع. هذاك هو الطابع. طيب في هذه الاثناء الا بغيتوا تطرحوا الاسئله ديالكم ما يمكنلكمش دابا عبر الهاتف، ولكن يمكنلكم عبر الاس ام اس. بعثوا باس ام اس على 5566 ديال درام تي تي سي، ومن بعد غادي ناخذوا ان شاء الله الاتصالات ديالكم. تفضل. فاولا قبل ما نتكلم على كيفاش نصبغ الشعر ديالي وكيفاش نعطيه واحد الملون طبيعي، كنقول واش ذاك الشعر ديالي مهيئ. إذا كان مهيأ فأهلا وسهلا، وإلا ما كانش مهيأ فكما كيقولوا بلا من نخوي الماء في الرملة. فأول شيء اللي خصني نعرف هو شنو هي الأسباب اللي كتخلي الشعر ديالي يطيح. وإذا كان كيطيح بطبيعة الحال حتى التعامل، حتى يعني التجاوب مع الصبغة الطبيعية كتكون ضعيفة. وإذا كان كيعاني من شي مرض، التجاوب ديال الصبغة ديالي كتكون ضعيفة. وإذا كان كيعاني من فقر، التجاوب ديال الصبغة ديالي كتكون ضعيفة. إذا قبل ما نفكر انني ذاك الشعر ديالي نعطيه شي لون ونعطيه شي حيويه، نعطيه شي نعطيه امور اللي هي اساسيه. اولا الضغط النفسي كيلعب دور كبير في انه كيساهم في تساقط الشعر. الضغط الكبير شتي، الا كانت المراه عندها نقص في العاطفه، المراه عندها نقص في الحنان، المراه عندها نقص فيما يتكلموا بالرومانسيه، كيكون عندها مشكل وممكن انه يكون لها سبب. كنا كيطيح لنا الشعر صافي. غيبقى يطيح لهم الشعر. ثانيا مثلا عاوتاني عندها ضغط في العمل، هذاك الضغط ديال العمل غالبا ما كيكون سبب من الاسباب ديال تساقط الشعر. وبمجرد ما السيده دابا كاين حالات بمجرد ما عاودت لك قالت لك وديها شنو كاين شنو كاين، نهار قالوا لنا بان عندها مشكل في الرومانسيه، قلت لها اختاري رومانسيه راسك، اختار انت خلقي رومانسيه راسك، يا اما مع الوليدات ديالك، يا اما مع الخوت، يا اما مع الام. وهاد لما خلقوا رومانسيه راسهم، كنقسم لك بالذي لا اله الا هو، لقوا راسهم بانه الشعر مابقاش كيطيحوا لهم. دونك في الوقيته اللي هي كتربط ديك السيده العلاقه ديالها بالزوج ديالها، وما كيجيش يجلس معها، ما كيعطيهاش الحنان، ما كيعطيهاش شويه ديال الرومانسيه، كتلقاها مسكينه داخليا كتصيبها ذاك الاحباط، وذاك الاحباط كيكون سبب في تساقط الشعر ديالها. ثانيا عدم التوازن في الهرمونات. كذلك في ديك لابيريود ديال خاصه المراه فاش كدوز من ديك المرحله ديال العاده الشهريه ديالها، تتكون هناك لخبطه وفي هذاك لو مومون اللي كيكون فيها لخبطه ديال الهرمونات، تما فين كيكون عندها تساقط الشعر. وها انت غتلاحظي ان في الايام ديال العاده الشهريه غالبا من العيالات كيبقاو يتشكاو من تساقط الشعر بواحد الشكل كبير. هذه مساله عاديه لان كيكون هناك لخبطه في الهرمونات. كذلك في الوقيته اللي كتكون حامله كتكون فيها لخبطات الهرمونات. كنقولوا للنساء في هذه المحطه هذه با دو بانيك، راه غير محطه وغادي تدوز. كذلك في الوقيته ديال الرضاعه با دو بانيك، راه غير محطه وغادي تدوز. المسائل الامور اللي كتكون هناك فيها لخبطه هرمونيه، يعني غير خليها تدوز ديك المحطه وباذن الله الشعر غادي يرجع للمكان ديالو. تعاطي الحبوب منع الحمل، إذا كان الإنسان أو المرأة كتعاطى بواحد الشكل كبير جدا لهذا الأمر، هذا ممكن يكون سبب من أسباب ديال تساقط الشعر. العوامل الوراثية، مثلا الوالدة ديالي كان كيطيح ليها الشعر
انا يقدر يطيح لي الشعر، الوالد ديالي كان كيطيح لي الشعر انا يقدر يطيح لي الشعر، جداتي كان. اذا العوامل الوراثيه هي لها اصل في هذه المساله ديال تساقط الشعر. ضعف المناعه في الجسم ديال الانسان، كل ما كانت المناعه قليله كل ما تقدر تكون المساله فيها تساقط كبير ديال الشعر. فلهذا لما يبقى يكون هناك تساقط الشعر عند المراه تفكر في ان نشوف شنو هي الوسيله الاولى باش نرفع فيها المناعه ديالي، لان المناعه كل ما قلت كل ما ديك البصيلات كياكلوا العصا وكتولي هناك تساقط ديال الشعر. الاصابه بالفطريات، كان واحد المجموعه يا اما الفطريات يا اما تكون في الدم، الفطريات يا اما تكون كذلك في صبع الرجلين، والفطريات ممكن تكون في الشعر. هادو كلهم خاصه الكونديدوز او لا كونديدا، كونديدا من 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 البكتيريا من الفطريات اللي كتكون سبب رقم واحد في تساقط الشعر. اضطرابات الغده الدرقيه، فاش كنتكلم على الغده الدرقيه بطبيعه الحال كنتكلم على اللخبطه في الهرمونات، واللخبطه في الهرمونات قلنا بان وسيله من الوسائل اللي كتعطيني مشكل ديال تساقط الشعر. نقص في العناصر الغذائيه، وهنا فين كنرجعوا لانه كل ما رتبت الوجبات الغذائيه ديالي نرتبها من ناحيه الزمن، ونرتبها من ناحيه ديال النوع ديال الوجبات اللي خصني ناكل. فمثلا لما كنجي وكنسبق اللحم هو الاول، كون على اليقين بان غادي يطيح لي الشعر. ولكن الا بديت بالفاكهه وتبعت لها شلاضه وعاد كليت شي حاجه سخونه اللي هي مثلا اللحم ولا وما جاوره، انا داك شوف واش الشعر غادي يطيح لي ولا ما غيطيح لي. دونك غير عندنا مساله كما كيقولوا ديال التربيه، تربينا على اساس اننا نحطوا الطاجين عاد نجيبوا الديسير، خصنا نبدلوا هذه الطريقه هذه، نبداو بالفاكهه هي الاولى وندوزوا الشلاضه عاد ندوزوا للطاجين. وإلا مشينا بهذه الطريقه هذه غنكونوا عطينا العناصر الغذائيه الاساسيه للجسم ديالي، وعوض ما يتصاوبوا لي لي زاسيد اورغانيك اللي كيكونوا سبب في تهريس العمل ديال في يعني اعطاء حموضه للدوره الدمويه واعطاء سميتو اون اسيديتي اللي تقدر تكون سبب في تدمير البصيله ديال الشعر، كنعطيها المواد اللي كتكون اللي كتعطيني واحد لا تونيسيتي وكتعطيني واحد لا بازيسيتي اللي كتخلي الشعر ديالي كيتقوى بواحد الشكل عجيب جدا. لا فيتامين دي اساسيه اللي سميتو الا بغينا نوقفوا تساقط الشعر، لا فيتامين ا اساسيه الا بغينا نوقفوا تساقط الشعر، الحديد اساسي الا بغيت نوقف تساقط الشعر، كذلك البروتينات اساسيه الا بغيت نوقف. لا فيتامين دي راه موجوده عندك في زيت السمك، موجوده عندك في زيت الزيتون، موجوده عندك في جميع انواع الزيوت النباتيه. بمجرد ما كتدخل لي الزيوت النباتيه سبحان الله الله عطانا واحد الانزيمات، الزيوت النباتيه ذاك الكوليسترول اللي كاين فيها يتحول الى فيتامين دي. اذا خص غير ذاك العامل النفسي يكون مضبوط عند المراه، وبالتالي كتكون عندها الامكانيه ديال تحويل الكوليسترول اللي كاين الى فيتامين دي. والفيتامين ا كذلك موجود في الخز وموجود في مجموعه ديال الفواكه، اما الحديد والحديد والبروتينات راه موجودين في الفواكه ذات اللون الاحمر غنيه. صافي دابا غتعطينا الصبغات ان شاء الله بعد ما غادي نسمعوا لمياء الزايدي عاد تزاد على شذا فهم، وغناخذوا كذلك حتى الطلبات ديالكم على 5566 ديال درام تي دي سي ولا من خلال ارقامنا الهاتفيه 0522 36 10 36 ولا 36 05 36. ما تنساوش مسابقه السعاده اللي من خلالها تربحوا سلسله وقلب ديال الذهب، بعثوا بوصفه فيها دقيق على نفس الرقم ديال الاس ام اس ولا على صفحتنا على الفيسبوك وسوق شذا فهم ولا على الرقم 0619 44 44 37 من خلال المجيب الالي او الواتساب. حد سعيد 10:34 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. والدكتور محمد حسين الاخصائي في تغذية الاتصالات ديالكم وطلب اي وصفة لعناية بالشعر ولا كذلك صبغة من الصبغات، يمكن لكم تواصلوا على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. وحنا غادي نبداو بعدا بالوصفة اللي عطينا الحلقة الماضية، وصفه شوكولا مارون شوكولا اللي كانت طلبات مستمعه كريم، وكذلك وصفه باللون الاسود. وكاين الشيب كذلك، بزاف ديال الناس كيبغيو شي وصفه اللي يدرقوا بها الشيب. الشيب انا سمعت بالله الصبغات واقيلا ما تيدرقوش الشيب اولا. لا لا الشيب ما كيدرقوش الصبغات، الشيب عنده طرق ديالو باش انك تغطيه، وان شاء الله غادي نتكلموا عليه اليوم. تفضل. اهلا وسهلا. نعم. بالنسبه للوصفه
الوصفه القديمه اللي تكلمنا عليها يعني في الاسبوع الماضي تكلمنا على اللون اللي طلبته الاخت ديالنا. طلبات اللون ديال الاكاجو. اللون ديال الاكاجو كنا كناخذوا 30 غرام ديال الحنه وكنزيدوا عليها ان ساشي ديال الشوكولا وكنزيدوا عليها جوج الغرام ديال العكار الفاسي. هادو ثلاثه ديال الحوايج ومن بعد كنصاوب الماء. الماء اللي كيكون فيه 4 غرام ديال قشور الرمان وكنزيدوا عليه شويه ديال السواك وكنجيبوا عليه نزيدوا عليه حبه ديال القرنفل وكنزيدوا عليه ان ساشي ديال ليبتون. هادو كان هاد الماء كان شاي اسود. الشاي الاسود. الشاي الاسود. واسمح لي لسان ماشي مشكل. لا كنشدوه وكنديروا ليه هذا كنغليوه حتى كي يعطينا ذاك اللون اللي غادي الاكاجو. وعاد من بعد كنشدوا هذا الماء هذا وكنزيدوه نضيفوه على ذاك 30 غرام ديال الحنه وصاشي ديال الشوكولا المكونات الاولى وكنخلطوا كنخليه واحد نص ساعه يتخمر. ثم بعد ذلك كنحطوا على الراس ديالي مده ديال تقريبا واحد ثلاثه السوايع ويوميا يوميا حتى كياخذ داك اللون ديال الاكاجو. نفسه هو نيت نديرو لغد ولا نعاود نصوبو؟ نفسه كنعاودو نعاودو لان الصبغه الطبيعيه كتطلب وقت ماشي بديك الصبغه بحال الصبغه الكيميائيه في ساعه كتبان. تقريبا شحال خاص عمرك جربتي؟ غالبا في الاسبوع الاول كتبان حقاش واحد يعني حالات اللي جربوها في الاسبوع الاول بدات كتبان لهم داك اللون اللي فاش كيتلاقى مع الشمس كيعطي واحد ليكلا اكسترا اوردينير ان ليكلا بلوس ديك لا كولور اللي بغيتي. طيب هذا اللون اكاجو كاين نيت اللون بالنسبه للون اكاجو كاين عاوتاني كنديروا 150 غرام ديال الحنه وكنزيدوا عليها 15 غرام ديال العكار الفاسي وخمسه ديال لي ساشي ديال الشوكولا وداك يعني داك الماء العادي اللي كيتباع الشوكولا العاديه وداك داك الماء اللي تكلمنا عليه قبل قليل عاوتاني كنوجدوه بنفس الطريقه. هذه الا لاحظتي زدنا فيها سميتو الكم ديال العكار الفاسي لان كل ما زدتيه كل ما كيزيد يعطيك داك ليكلا وداك سميتو اللون ديال الاكاجو. عاود ما نديرو حنا سيمانه كامله غنزيدو العكار الفاسي من الاول الحنه هادو ما نديرو غير مره ولا يومين. هذه النصيحه اللي غنعطي للاخوات المستمعات ولا الاخوان المستمعين اللي كيزيدو وربما اللي ما بغاش الاكاجو بزاف يدير الطريقه الاولى يبقى يلعب سميتو بلا دوز ديال العكار الفاسي. وبغينا اللون بني مارون اللون المارون. القويله الا كناخذ 90 غرام ديال الحنه 90 غرام حنه وكناخذ 30 غرام ديال الكاكاو بودر 30 غرام بودره الكاكاو كيكا ايوا و 30 غرام ديال القهوه سريعه الذوبان والمطبوخ ديال الشاي الاسود. القهوه سريعه الذوبان ما عندهاش تاثير استاذ على لا بالعكس استعملها كسب صبغه لا بالعكس هي مشكله من بعد ان شاء الله مشكله علاش شربنا لا حتى القهوه الا شربتها خصني نشرب كاس واحد في النهار. لا ولكن سريعه الذوبان سريعه الذوبان ما عرفتش واش صحيه ولا ماشي صحيه في سميتو في الشرب ديالها اللي زعما من الاحسن يتفاداها الانسان. وكل ما خديتي نديروها في الشرب الماء ممتاز لان هذيك الحبه الطبيعيه من بعد ان شاء الله غادي نتكلموا على حلقه القهوه وغتشوف الفوائد اللي كاينه فيها. اذا 30 غرام قهوه سريعه الذوبان زيد و 30 غرام ديال الكاكاو بودر أيوة و 30 غرام ديال القهوه سريعه الذوبان والشاي الاسود باش ما ننساوش أيوة. عاوتاني الشاي الاسود ساشي وحده ساشي وحده ايوا ثم بعد ذلك كان هذا الخليط كنخليوه نخلطوه مزيان وكان نحطو على الراس ديالي ومده ديال ثلاثه السوايع في الوقت ولكن باش غادي نخلطو بالماء الماء العادي الماء العادي نخلط بالماء عادي بالماء العادي دافي بارد خصو يكون دافي وغالبا كنخليه واحد نص ساعه باش كيخمر نخليه نص ساعه باش كيخمر ونديرو وهذه كتعطيني ذاك اللون القهوي وكنعاودوا واحد المجموعه ديال الايام واحد يعني ايام متعدده نوصل لنتيجة وغالبا الا كان الشعر الجاف كنزيد عليه الزيت البلديه باش كنخلي له الا كان الشعر عندي جاف الا ما كانش جاف كندير غير ذاك الوصفه كلهم نزيد عليهم زيت بلديه كنزيد عليهم شويه ديال الزيت البلديه باش بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر الجاف
كنجف واخا غنمشيو نشوفو كيفاش غنحيدو كذلك الشيب كيفاش نضرقوه كيفاش نضرقو بشي لون ونشوفو كذلك اللون الاسود الا كاين. مرحبا. من بعد ما ناخذو الاتصال ديال ايمان من جديده. ايمان صباح الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. شكرا على هذا البرنامج. مرحبا بك. ممكن ندوي مع الدكتوره؟ كيسمعك تفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يجازيك بخير. انا شعري كيطيح بزاف وكندير ليه لاماش بزاف هادي شي 50 سنين لدرجه انا لاماش كنديرو من كيبانو فيه بحال الصباغه. وما العام الاول والثاني لاماش كانوا عاطين واحد لافي من بعد صافي مابقاش هذاك الفي واخا كنديرهم كيبقى رطب بزاف وطايح بزاف. واش ندير شي صبغه ولا نبقى ندير غير ليماش ما عرفش. علما اني كنتريتمون ابيد كورتيكويد. هذا هو اللي بغيت نسول عليه. طيب انت شنو بغيتي ايمان؟ بغيتي واش ندير ليه شي صبغه باش باش ما يبقاش يطيح لي ويولي واقف ما يبقاش يرطب؟ لا بلاتي ما تخلطيش لنا الصبغه مع مع ما يبقاش يطيح. واش بغيتي انت ضروري خصك تصبغي؟ بغيتي شي صبغه في شي لون ولا بغيتي شي وصفه ديال العنايه بالشعر؟ حنا راه صبغات حاجه والوصفه ديال العنايه بالشعر حاجه اخرى. لا بحكم التجربه ديالي كندير ليماش ما كيبقاش يطيح لي شعري. ملي كديري ليماش ملي كديري ليماش ما كيبقاش يطيح؟ لا هادي صافي شي 5 3 الاولى كندير ليماش كيحرش لي شويه شعري كيوقف شويه ما كيبقاش يطيح. دابا كندير في ليماش هاد العام درتهم ما داروا لي حتى شي تاثير. سي بور سولا كنقول يمكن شي صبغه دار توقف شويه الزغبه وتخليه. هادشي اللي كنقول. لا هو في الحقيقه سميتو اول كما تكلمنا على في المداخله ديالنا قلنا بانه الصبغات باش انهم يشدوا في الشعر خص اول حاجه نصلح ما تم تدميره في الشعر ديالي، بمعنى الا كان هناك تساقط الشعر والا كانت الزغبه كانت قويه وغليظه ومن بعد ولات ضعفت هنا كيتبين بانه راه بدات العوامل التعريه بدات كتقيس الشعر ديالك. هي كتظن بالعكس راه طابت يعني لا ضعفت. لا ضعفت ضعفت ولات يعني متلاشيه. نعم. ولات هي صافي ما بقاتش عندها ديك القوه شي فاش كتكون الشعر واقف. كتعرف بانه راه قوي. وفي الوقت اللي كتلقاه بانه ولا كيتلاشى ولا هذا عرف بان راه صافي القوه ديالو بدات كتمشي. وبالتالي هنا ما بين الامور اللي كنتكلموا عليها هذيك القوه قوه ليماش وقوه ليسيشوار وقوه المشطب اللي كتكون قويه هذو كلهم كتسمى العوامل الفيزيائيه التي تدمر الشعره. فهاد العوامل الفيزيائيه اللي كتدمر الشعره كان زيدوا عليها العوامل الغذائيه اللي كتكون عندنا ناقصه وهذه على هذه كتكون النتيجه هو ان الشعر كيبدا يطيح ليا. ولما كنزيد ليه دوك الصبغات الاخرى ممكن انها تلعب ليا دور في انها تدمرها ليا. فاول دابا التصحيح اللي خصني نقوم به نغذي الشعره ديالي. ونغذي الشعره ديالي هي انني نقوي المناعه ديالي. ونقوي المناعه ديالي هو انني على الاقل نبدا بهذه الطريقه اللي تكلمنا عليها قبل قليل. ناكل الفاكهه ثم بعد ذلك الخضروات ثم عاد مع توقيف هذا ليماش نهائيا. مع توقيف ليماش توقف دابا ملي كنبغيو نديرو شي وصفه طبيعيه مثلا باش نغديو الشعر ديالنا وكنكونوا دايرين الصباغه تيقول لك لا راه دواء العرب ما تيمشيش مع الصباغه. واش هادشي بصح؟ بطبيعه الحال ميمشيش. الماء عمره ما كيتماشى لان في وحده كتشد بلاصتها بسرعه والاخرى كتجي كتقلب كتلقى البلاصه ديجا عامره فين فين غتشد. دونك يستحيل انك تقول يعني بانه غير ما غتعطيناش النتيجه ولكن ماشي غيتاثر الشعر اكثر. لا الشعر كيتاثر بالمواد الكيميائيه. المواد الكيميائيه لا ولكن بالتقاء هاد الزوج ما لا بالتقاء. شكون هو السريع اللي غيشد المكان ديالو الاول؟ بحال واحد المسرح. الى عمر المسرح ما عندك فين كتكون اوبليجي تخرج بحالك. يعني غير ما غيقضي لنا والو صافي. ما غيقضي والو ما غيكونش هناك تفاعل لان الاماكن الطبقه الثالثه راه امتلأت. طيب اللي بدات الصباغه كتطلع شويه ندير الدواء ديال العرب مثلا غيشد لي غينفعني لا حتى تحيد الصباغه نهائيا تتحيد نهائيا تتحيد نهائيا عاد نفكر انا ندير حاجه اخرى. ناخذ حنان من جديده. السلام عليكم حنان. وعليكم السلام. لاباس عليك كلشي مزيان الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضلي حنان. بغيت نسول الدكتور. نعم. انا كندير الصباغه الاخرى الكيل الصباغه اللي ايوا وشعري كيوقف وحتى الحنه كتوقف لي شعري عفاك الا كاين شي وصفه ما فيهاش الحنه. واخا حيت الشيب طالع ليا من الجناب من تحت ماشي. واخا واخا نجيبك ان شاء الله. ناخذ حنان مره اخرى من فرنسا. السلام عليكم حنان. حنان وي السلام عليكم. وي وعليكم. مرحبا لاله تفضلي. الله يبارك فيك. ما نقدرش نهضر بالجهد حيت مع في الخدمه وداك الشيء عارف شويه
يلا الله يرحم الوالدين. صافي لونطون كنت كندير ليماج والصبايغ وداكشي وتوقفت صافي ما بقيتش كنديرها وليت كندير الحنه. رجعت للحنه الطبيعيه مع مواد بحال داك السواك والرمان وهادي وهادي فوالا وشعري كان مزيان. ويا اختي واحد الوقيته جاتني اون بيريود دو ستريس ايتو ولاو فيا دي بولاد. جاتني وحده في الوسط وفي الجنب الايسر. جاوني اختي ديك البولاد بحال 100 درهم بحال 100 ريال ولا 1000 فرانك الدوره ديالها. ويا اختي وقت ما كان زعما وقت ما مشات شعري كانت هبط البروسه عامره. دابا والله وليت كنخاف مشات نشارك انا ما بقيتش فاهمه شنو ندير. واخا حنان بقيت سمعنا نجاوبك دابا بعد ما نسمعوا كابسيت ديال دكتور محمد وحسين دائما على شاده فم. وغادي نشوفوا المشكل ديال حنانات بجوج ونشوفوا كذلك الشيب كيفاش ممكن اننا ندرقوا بصباغه اللي هي طبيعيه. 10:48 دقيقه وحنان كانت سولت على ان الحنه تتوقف لها الشعر كيفما الصباغه اللي هي كيماويه فباش ممكن تعوضها ولا باش ممكن ترفقها باش ما تاثرش لها على الشعر وتنشفوا. هو في الوقيته اللي كنقول الحنه كتوقف الشعر طبيعة الحال غادي توقف الشعر. علاش؟ لان الحنه سي تان برودوي صح اللي كتشد كتغذي بعد الزغبه ديال الشعر وكتعطيه قوه وكترجعو للاصل ديالو. بمعنى ان الشعر ديال حنان هو اصلا كما كيقولوا مشوك ولا هذا. فإلا بغات ترطبو كاين عندنا تاخذ غير الزيت البلديه اللي فيها لي بوليفينول واللي ما فيهاش الملحه واللي ما فيهاش الملحه. هذاك النوع وخاصة ما فيهاش الملحة. مش مشكلة الملحة يعني. لا بيان سور. علاش؟ لأن الملحة كتعطيني أون ديزيدغاتاسيون ديال الزغبة كتحيد منها الماء. وذاك الماء هو اللي كيخلي ذاك اللي سميتو الزغبة يابسة وكتقصح وكتولي يابسة وكتقصح. إذا غنرجعوا نقولوا أن الزيت البلدية اللي خصهم يديروا في ديك السبايع خاصها تكون ما فيهاش الملحة. ما فيهاش الملحة وفيها البوليفينول. فاش ما كتكونش فيها الملحه وغنيه بالبوليفينول كترطب السعره وكتغديها. فين نلقاو هاد الزيت؟ موجوده موجوده دابا الحمد لله المغرب ولا كينتجها. غير انت تعرف فين كتباع. لا موجوده موجوده ما كاين حتى شي مشكل. خصوصا هاد البوليفينول اللي فيها البوليفينول ولا لوروبيين موجوده دابا ولات في المغرب كامل الحمد لله موجوده. وحتى الا ما كانش راه يتصلوا بكم في سميتو في يعني في هذا ونوريو لهم الاماكن اللي كيتاخذوا منها. ماشي مشكل. طيب ما بقاش هذه انا بالنسبه لي ما بقاش كطرح مشكل. بالنسبه لك اذا خصنا نرجعوا لك دكتور باش تورينا. اذا اللي بغى يعرف هذيك الزيت البلديه اللي ما فيهاش الملحه وفيها شنو فيها؟ فيها البوليفينول ولا لوروبيين. شنو سميتو؟ الزيت البلديه فيها البوليفينول. شنو هذا البوليفينول؟ هو الماده اللي مضاده للاكسده. مضاد الاكسده عجيبه جدا يعني؟ وكتخلي داك سميتو الخليه ديال زغبات الشعر كتلقى دائما دوك العوامل الوراثيه ديالها مشدودين وكيقوموا بالعمل ديالهم على احسن ما يرام. وكل وكيرطبوا كيعطيو الخاصيه ديال ان الزغبه تولي رطبه وتولي ما فيهاش داك التشققات. هاد البوليفينول هاد لي بوليفينول بلس لي زاسيد غرا اللي كاين فيها. وحتى ملي كنبغيو هاد الدواء خاص يكون فيها هاد البوليفينول. خاصها ضروريه. دابا في لقينا دابا في فرنسا الدول الاوروبيه ولا الولايات المتحده الامريكيه ما بقاوش كيقولوا لاسيديتي ما بقاوش كيهضروا على الزيت البلديه بلاسيديتي تيقولوا شحال فيها ديال لي بوليفينول. انا باغي دابا باغي سميتو الزيت البلديه اللي غناخذ اون بلس ديال انها تعطيني الامور اللي كتعطيني فيها لا فيتامين دي اللي تكلمتي عليها قبل قليل اللي غتعطيني لا فيتامين دي وتعطيني مواد اللي غتصحح ليا الجدار ديال الخلايا ديالي بغيتها كذلك تولي كتحميني من السرطان. اذا تستعمل نفس الصباغه اللي قلنا مع الزيت بلديه ما فيهاش الملحه وفيها البوليفينول. نعم. غتلقاها من طبيعه الحال كيف ما قلنا يمكن لها ترجع ليك دكتور. الشيب شنو الوصفه اللي واش هاد الوصفات اللي ذكرنا ما يغطيوهش؟ لا في الوقت اللي كنقول الشيب شيء هو ان واحد الماده عندنا سميتها لا ميلانين بدات كتنقص. فإلا نقصت التحديدات كاع نهائيا. شنو سبب النقص؟ علاج واحد كاين في سن صغيره كاين في سن صغيره. هو دابا بحال داك كما كنقولها دائما بحال داك لوفوسيت دوك البويضات اللي كيتعطاو للمراه. هذوك البويضات غير كيسالي وكتدخل المراه لا مينوبوز. لا ميم شوز. هاد لا دوز ديال لا ميلانين معطيه عند الرجال والعيالات بواحد لا دوز كيبقى ايبويزي فيها. كاين اللي كتسالي له في 20 عام كاين اللي كتسالي له في 25 عام كاين اللي كتسالي له حتى 80 عام. فهمتي؟ إذا بحال نهار كيخوى لي سميتو ذاك لو فير ديالي كان كيتحيد كنولي أنني طيب كيفاش كتستنفد يعني هي؟
بالاستعمار يوميا كتستعمل باش باش تلوني داك الشعر ديالك وتلوني الحجبان ديالك خصك لا ميلانين يوميا يوميا يوميا. انا يعني دكتور يعني تنشوفوا دابا شباب يعني. نعم. شباب باقين صغار إيه؟ وفيه فيه سالات له هذاك داك الريزيرف ديال لا ميلانين سالات دونك مابقاش علاش يعني تمسي لك قبل الوقت يعني وراثيا والدي عطاوها لي بحال هكا وراثيا ممكن يكون وراثيا ممكن يكون وراثي هذاك الشيء. طيب باش ممكن هو في الوقيته في الوقيته اللي كتكون سالات كتولي ممكن بهذه العمليه بهذه الطريقه اللي غنعطيو ديال التخبيه ديال الشيب كتعوض ما تعطيني هذا عوض ما تعطيني اللون اسود غتعطيني اللون بني دونك ما كيبقاش عندي ذاك الابيض كيبقى دائما اللون بني. والا كانت باقي مثلا غير كاين هناك كسل في اخراج ذاك الميلانين كنخرج لي تخرج لي الميلانين وكيولي عندي الشعر كيبقى كحل فهمتي. اذا هنا كيتبين لينا واش ان هذيك لا ريزيرف ديال الميلان تحيدت نهائيا أو باقي ولا شوية. باقي شويه طيب. شنو كناخذوا كاين هناك مجموعه ديال الوصفات اللي ممكن نعطيوها في هذا الباب هذا كاين مثلا كناخذوا الجذور ديال السكنجبير المجففه وهذا شمن لون تيعطي؟ لا هذا غير كنغطيو به كما قلت لك للشيب كنغطيو به الشيب ولكن تنديروا الشعر كامل كنديروا لا غير الشعر كامل بيان الشعر كامل الشعر كامل ومن موراه عاد نديروا الصباغه اللي بغينا ولا شنو؟ وعادي الا بغيتي ديك الساعه ديري الصباغه اللي بغيتي الصباغه ديرها ماشي مشكل دابا اللي خاصه وصفه خاصه بالشيب كتغطي الشيب وعاد ديك الساعه اختاري اللون اللي بغيتي سميتو الشعر ديالك. شنو كنديروا لالا كناخذوا سكنجبير معلقه صغيره وكنطبخوها معلقه صغيره سكنجبير ديال سكنجبير اليابس على فكره هاد الوصفات غتلقاوها ان شاء الله على صفحتنا على الفيسبوك اسره سوف شاد اف ام هي لاباج اوفيسيال. معلقه صغيره سكنجبير كنطبخوها شحال ديال الماء؟ في كاس ديال الماء سخون كاس عنبه كاس عنبه ولا كاس ديال المهم الكاس اللي تشرب فيه ذاك ذاك المعلقه الصغيره كنصفيها وكنشرب كنشرب هذه كتعطيني تغذيه للذات ديالي وكتعطيني تغذيه للبصله ديال الشعر ديالي اللي كتخلي لا ميلانين انها تاكسيتا وتخرج. عرفتي انك تنتسناك تعطيني شي وصفه غنديرها للشعر؟ لا هذه خصنا نشربوها هذه غتشربيها. وكاين عاوتاني سميتو كاين السكنجبير اللي كيكون ذاك الخضر كنطحنوا هادو باراليمون بجوج كيديروا اون ميم طون كناخذ سكنجبير اليابس كنطبخو كنشرب الماء ديالو دونك كيغذي لي الذات ديالي وكيغذي لي البصيله ديال الشعر وكيعطيها يعطيها القوه باش انها تخرج ديك الميلانين اللي تكلمنا عليها. ثم بعد ذلك كناخذ سميتو السكنجبير الاخضر ذاك الجذور ديال السكنجبير الخضراء وكنطحنها وكنصوبها بحال واحد المعجون وكنديرها لبخه على الشعر ديالي. هذه حتى هي معاش نخلطها بوحدها بوحدها نيشان نيشان كندير بحال شي لبخه وكنحطها على الشعر ديالي. اليوم على يوم يوم على يوم كيمشي ذاك اللون ديال ديال الشيب يوميا حتى كيطير ذاك اللون ديال الشيب. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كناخذ 15 غرام ديال السالميه مطحونه وكناخذ 15 غرام ديال الريحان مطحون وكناخذ 15 غرام ديال ازير مطحون. وكنغليو الجميع تقريبا في ترونس ديال الماء. وكنغسل الشعر ديالي نغسلو بالشامبوان وندير له نشفو ومن بعد ذلك كنشد هذاك الماء اللي كان عندي قبل قليل كنديرو في واحد البخاخ وكنضرب فيه الاماكن اللي فيها الشعر اللي فيها الشيب اولا كنضرب الراس ديالي كامل. وهذيك يوم بعد يوم غتلقى ان شاء الله بان الشيب بدا كيتغطى شيئا فشيئا. هادو وصفات سبحان الله لقيناهم ومن بعد سميتو لما داروا الاخوان التجربه عليهم عطات نتائج ممتازه. في حقيقه مازال بغينا الوصفه ديال الشعر الاسود اللون الاسود ولكن بقى لناش الوقت يمكن في الاسبوع المقبل. كنشكرك بزاف دكتور مرحبا محمد احسين اخصائي في التغذيه والوصفات الطبيعيه كنشكرك جزيلا. اهلا وسهلا.